عودة لخبر زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لأذربيجان، والتي كان قد استهلها سيادته بالاجتماع مع كبار رموز الاقتصاد ورؤساء كبرى الشركات هناك. وقد أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، موضحا ما قام به الدولة من جهود وإصلاحات استهدفت تبسيط الإجراءات الإدارية للاستثمارات. ومن جانبهم أكد المسؤولون الأذريون تطلعهم لتعظيم التعاون والاستثمارات المشتركة مع مصر. استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الى اذربيجان بالاجتماع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الاعمال ورؤساء كبرى الشركات في اذربيجان، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الاذريين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الاذري، الى جانب حضور كل من السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أعرب عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع رؤساء وممثلي الشركات الآذرية والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في عدد من المجالات، وتعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين.